فأنا أقول دائما أنا أكتب المنسي في أعماقي. هي في الحقيقة علاقة قديمة بيني وبين الضوء قبل أن أزورها. دبدو اتخذتها كفضاء، هذا الفضاء المنسي يدكونا بأشياء. هي في الحقيقة علاقة قديمة بيني وبين الدبدو قبل أن أزورها، كان ذلك حوالي 1985 عندما كنت أكتب أول رواية هي لعبة النسيان، ووصلت إلى فصل أريد أن أبين فيه تعدد الخطابات التي توجد في المجتمع. أخذت خطابا يتعلق بوصف مسابقة ملكة الجمال، ثم أخذت نصا آخر يتعلق بخطاب ديني، ووجدت في إحدى الجرائد أظن الاتحاد الاشتراكي مراسلة من مندوبها في دبدو يتحدث عن مشكلة المياه وكيف أن مياه دبدو يستأثر بها القايد ويحمي مع عدد السكان، فاخترت مقطعا يتحدث عن دبدو وتساءلت أين توجد دبدو، وقرأت بعض الأشياء التاريخية عنها فاستقرت في ذاكرتي. وفي 2015 عندما بدأت بكتابة روايتي موت مختلف، كنت أبحث عن فضاء أسكنه أو أجعل فيه الشخصية الأساسية، يعني تتحدث وتنتمي إلى بلدة ما تكون هامشية أو تكون بلدة منسية. وجدت أن دبدو فعلا لا أحد يعرفها وقلما نتحدث عنها، وجئت إلى زيارتها سنة 2015 واطلعت على كل التفاصيل وانتبهت إلى مسألة مهمة وهي تعايش اليهود المغاربة مع المسلمين المغاربة في نفس المدينة منذ القرن الخامس عشر. عندما وجدت أن بطل رواية موت مختلف سيكون شخصية مغربية هاجرت منذ حصولها على شهادة البكالوريا إلى باريس لدراسة الفلسفة، وجدت أن هذه الشخصية المنتمية إلى مدينة دبدو يمكن أن تسعفني على معالجة موضوع خاص، وهو علاقتنا بالآخر، علاقتنا بأوروبا، علاقتنا بالحضارة الإنسانية عموما.
إذن يذهب منير الدبدوبي إلى باريس بعد حصوله على ليسانس في فلسفة، يقرر أن يعيش في فرنسا ليناضل داخل الحزب الاشتراكي الفرنسي ويدافع عن القيم التي تشبع بها، وهي قيم التي أفرزتها ثورة 1789 ولها طابع كوني، أي حرية الفرد، الأخوة، العدالة إلى آخره. عاش تجربة 1968، أي انتفاضة الطلاب في شهر ماي، ومن ثم فقد قرر أن لا يعود إلى دبدو. ومرت سنوات، تزوج وأنجب ابنا، وبعد ذلك عاش أحداث، كانت له مغامرات عاطفية وجنسية، كانت له تجربة سياسية اكتسبها من خلال انتمائه للحزب الاشتراكي. وعندما وصل الاشتراكيون الفرنسيون إلى الحكم، اعتقد أن كل هذه الأماني ستتحقق، لكن التجربة تكشفت عن مشكلات جديدة، ولم يستطع الحزب الاشتراكي أن يتقيد بالمبادئ التي بشر بها. وعندئذ، ومع تقدم سن منير، بدأت الأسئلة الحرجة تطرح عليه. بدأت انطلاقا من علاقته بابنه بدر. بدر بدأ يطرح أسئلة عن الهوية، هل هو فرنسي خالص أم هل هو مغربي؟ لماذا أبوه لا يريد أن يزور مسقط رأسه دبدو؟ عندما وصل إلى سن التقاعد، قرر منير أن يعود إلى زيارة دبدو بعد أن توفيت أمه وكذلك أبوه. ووصل إلى دبدو ليجدها تقريبا قاعا صفصفا، يعني لم يتغير شيء، تفتقد إلى كل المرافق الحيوية، الشبان الذين يتعلمون يغادرونها ولا يعودون. فبدأ يطرح الأسئلة، هل هذه الحياة التي أمضيتها، يعني أكثر من 50 سنة في فرنسا، هل تعطي معنى لحياتي؟ ولما راهنت عليه من تحقيق المبادئ الكونية، أم أن التجربة تجعلني أعود إلى دبدو لأنطلق من جديد، أعيش بين دبدو وباريس لكي أعمل على ربط الصلة من جديد بين شباب دبدو، لكي أعيش هذه المشكلات عن قرب، لأن التغيير أو الدفاع عن قيم جديدة يتم من خلال الممارسة وليس فقط من خلال الحلم. إذن دبدو اتخذتها كفضاء، هذا الفضاء المنسي يذكرنا بأشياء. Thank you.
عندما عاد إلى دبدو ثم عاد إلى باريس بدأ يتصور كيف يمكن أن يقدم أو أن يعيش علاقة جديدة تجمع بين مسقط رأسه دبدو أي المغرب في مرحلة معينة من تطوره وأيضا في مرحلة من مشاكله المتكاثرة، وأن يعيش أيضا المشاكل التي تعيشها فرنسا أي وطنه الثاني، أي ظاهرة الإرهاب الديني، ظاهرة التفاوت الاجتماعي، ظاهرة تغليب المصالح على القيم الموروثة عن ثورة 1789. المغرب يعني يعيش ضمن فضاءات متعددة، فضاءات يهتم بها وفضاءات منسية مهملة، ويعيش أيضا مشكلة الهوية والانتماء. فهذا الشاب منير الذي غادر وقرر البقاء هناك لأنه وجد أن تحقيق مكانة يطمح إليه لا يمكن أن يتحقق في دبدو أو في مدينة أخرى، قد يكون خاطئا ولكن هذا واقع أيضا يؤثر في سلوك. دبدو أنا أشير إلى تاريخها أي أنها منذ القرن 15 عرفت هذا التمازج وهذا التعايش بين المسلمين واليهود، وأفسحت المجال لكي يحتل اليهود أيضا نصيبهم أو مشاركتهم في الحكم. ولكن هذا النموذج المزدهر ما لم يتم الحرص على استمراره وتطويره يظل مهددا بالتراجع إلى الوراء، وهذا ما حصل. فدبدو تقدم لنا هذا النموذج. إهمال وعدم الحرص على توازن في تحقيق وجود الفرد ليحس أنه ينتمي إلى بلدته أو إلى مسقط رأسه، يجد ما يطمح إليه من كرامة ومن حقوق يجعله يستبدل هذه العلاقة بعلاقة أخرى. حاولت أن أجعل هذا الدبدوبي يواجه يخرج من المحل الضيق ليواجه مشكلة العالم، وهذا نجده متمثلا أو قائما بالنسبة للمغاربة الذين يهاجرون ينزحون إلى بلدان عالمية أخرى بحثا عن شغل أو عن إقامة، وتواجههم مشكلة الهوية وكيف يمكن أن يندمجوا وأن يعيشوا وأن يؤسسوا مستقبلا ما. في الكتابة الأدبية غالبا ما نكتب أشياء تنسيناها أو نسيت نتيجة لعوامل أخرى، لكن عند الكتابة تعود تنبثق من أعماقنا لتفرض نفسها. فأنا أقول دائما أنا أكتب المنسي في أعماقي، وهذا المنسي في اللاشعور
تكون له صلة بتجاربنا في الحياة.